عالي السادة الوزراء، السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الحضور الكريم. نجتمع اليوم في منطقة الأهرامات التي تعد واحدة من أهم المعالم الأثرية في تاريخ البشرية، لنشهد سويا مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها رقم 27 بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. ومنذ أن نالت مصر شرف استضافة وتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، فقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق النجاح للبطولة الأكبر على مستوى كرة اليد، وذلك على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، مع الاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية وفندقية وسياحية ومطارات دولية. كان الحرص دائما على التعاون والمتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للبطولة، تنسيقا واتساقا مع جهود الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد المصري لكرة اليد.